بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. درس المثلث القائم الزاوية والدائرة لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2018-2019، الحصة الثانية من هذا الدرس. في البداية سنقوم بتصحيح التمرين التطبيقي للحصة الماضية. أ صغيرة، أرسم مثلثا أو إم إن قائم الزاوية في الرأس أو بحيث المسافة إم إن تساوي 8.4 سنتيمتر، ثم أنشئ أ منتصف الضلع إم إن. ب صغيرة، أحسب المسافة أو أ معللا جوابك. يلا نبدأ الجواب. أ صغيرة، الشكل. يلا الآن سوف نرسم معا هذا الشكل. قيل لنا أن المثلث OMN قائم الزاوية في الرأس O بحيث المسافة MN تساوي 8.4 سنتيمتر. يلا بماذا سنبدأ؟ هنا أفضل أن أبدأ بالزاوية القائمة التي رأسها O. سنبدأ بأحد ضلعها، سنضع هنا النقطة O، ثم أخذ المنقلة أو القوس للحصول على زاوية قياسها 90 درجة. الآن ننشئ الضلع الثاني على هذا النحو، ثم نختار نقطة M مثلا، هذه النقطة، ثم نأخذ بعد ذلك البركار نحدد عليه 8.4 سنتيمتر، ثم نواصل بهذه الكيفية. لا يمكن نبدل شوية المكان ديال النقطة M تبان قريب جدا من O. نقدر نوضع النقطة في مكان آخر مثلا هنا، ثم سأخذ المسافة 8.4 سنتيمتر هكذا، ثم أحدد النقطة الثانية N. إذا بقي لي أن أمدد نصف المستقيم أو الضلع الثاني للزاوية التي رأسها O. هكذا حصلنا على النقطة N، ثم ننشئ الضلع MN. نعود نتأكد من أن المسافة MN هي 8.4 سنتيمتر كما ترى، 8.4. إذا الآن ننشئ A منتصف الضلع MN أو A منتصف الوتر MN، بما أن المثلث OMN قائم الزاوية في الرأس O فالضلع MN هو وتره. إذا نأخذ البركار، نقوم كأننا نريد أن ننشئ واسط قطعة هو الذي سيساعدنا على تحديد منتصف الوتر MN. إذا الآن نمر إلى القوس الثاني على هذا النحو، وهكذا حصلنا على النقطتين التي يمر منهما واسط القطعة MN. هذا الواسط سيقطع MN في النقطة A. ها هي النقطة A. الآن انتهى دور واسط القطعة، يمكن نحذفه على هذا النحو، ثم نضع رمز التقايس ما دامت A منتصف القطعة MN. الآن نضيف الضلع OA في هذا الشكل، وسوف نبحث عن طول هذا الضلع، أي نبحث عن المسافة OA. يلا في رأيي كيف سنحصل على المسافة OA؟ نعم، بما أن المثلث OMN قائم الزاوية في الرأس O، فماذا يمكن أن نقول عن منتصف وتره؟ عندنا خاصية في هذا الشأن رأيناها في الحصة الماضية. نعم، منتصف وتره يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه، أو منتصف وتره متساوي المسافة عن رؤوسه، بمعنى أن المسافة
AM تساوي المسافة AN تساوي المسافة AO أو OA. يلا كيف سنحصل الآن على المسافة OA؟ بالفعل بما أن النقطة A منتصف الوتر MN فالمسافة AM تمثل ماذا بالنسبة للمسافة MN؟ صحيح، المسافة AM تساوي نصف المسافة MN أي 8.4 سنتيمتر على 2، و 8.4 سنتيمتر على 2 تساوي 4.2 سنتيمتر. إذن المسافة OA تساوي 4.2 سنتيمتر. يلا الآن سنكتب هذا البرهان بصغيرة لنحسب OA. عندنا OMN مثلث قائم الزاوية OMN مثلث قائم الزاوية في الرأس O و A منتصف وتره MN. إذن A تبعد بنفس المسافة عن رؤوسه بين قوسين حسب الخاصية. وعندنا يمكننا نعبر على هذه الجملة بطريقة رياضية. إذن نكتبه بالتالي، فإن المسافة AM تساوي المسافة AN تساوي المسافة OA أو AO. وعندنا المسافة AM تساوي MN على 2، والسبب لأن A منتصف MN. يعني المسافة AM تساوي 8.4 سنتيمتر على 2، يعني المسافة AN أو AM تساوي 4.2 سنتيمتر. وحيث أن OA تساوي AM فإن المسافة OA بدورها تساوي 4.2 سنتيمتر. انتهى هذا البرهان. يلا الآن سنواصل الدرس. يلا خذ دفتر البحث، ارسم مثلثا EFG وM منتصف ضلع FG بحيث المسافة ME تساوي المسافة MF تساوي المسافة MG. بعد الانتهاء من الشكل ماذا تلاحظ؟ ثم علل جوابك أو علل تلك الملاحظة التي سجلتها على هذا الشكل. يلا سأنتظرك. طلب منا رسم مثلث EFG بحيث وM منتصف الضلع FG بحيث المسافة ME تساوي المسافة MF تساوي المسافة MG. بماذا سنبدأ؟ بطبيعة الحال سننشئ أولا الضلع FG ثم ننشئ بعد ذلك M منتصفه. إذن سننشئ الضلع FG أولا، وهذا الضلع FG سأضع النقطة E هنا
أو F، أعتذر، النقطة F، قل سأرسم الضلع FG، ثم بعد ذلك سأنشئ M منتصف هذا الضلع بهذه الكيفية. كما ترى نستغل دائما واسط قطعة لإنشاء منتصف أي قطعة. نمدد الآن هذه القوس. الآن حصلنا على النقطتين التي يمر منهما واسط القطعة FG. سننشئ هذا المستقيم، بطبيعة الحال سوف يقطع FG في منتصف هذه القطعة. إذن سنضع هنا النقطة M، ثم سأزيل هذا الواسط، قام بدوره وانتهى. يلا الآن كيف سأحصل على النقطة E لإتمام شكل المثلث EFG، بحيث المسافة ME تساوي MF تساوي MG. يلا أي أداة سأستعمل هنا؟ بطبيعة الحال سأستعمل البركار. سأأخذ أولا المسافة FG، هي أخذتها، ثم أنشئ قوسا على هذا النوع. يمكن اختار هذا القوس في هذا المكان أو هذا المكان أو أي مكان، أي مكان شئت. على أي حال اخترت هذه الجهة، سأضع النقطة E هنا. إذا الآن حققت جميع الشروط المذكورة في التمرين، المسافة ME تساوي المسافة MF تساوي المسافة MG، و M بطبيعة الحال منتصف الضلع FG. إذن سأتمم شكل المثلث، ثم سنرى ما هي الملاحظة التي يمكن أن نسجل هنا. يلا الآن انظر إلى هذا الشكل، ماذا تلاحظ؟ كيف ترى المثلث EFG؟ بالفعل EFG مثلث قائم الزاوية في الرأس E. يلا ناخذ المنقلة أو الكوس للتأكد من ذلك. غادي نحدد هنا 90 درجة ونشوفوا واش فعلا قياس الزاوية التي رأسها E هو 90 درجة. إذا كما ترى بالفعل الزاوية التي رأسها E قياسها 90 درجة. كما ترى هنا هذا القياس وجدته بواسطة المنقلة والذي يساوي 90 درجة. يلا الآن سنثبت ذلك بالبرهان. يلا في رأيك كيف سنؤكد أن المثلث EFG قائم الزاوية في الرأس E؟ يلا خذ دفتر البحث ثم فكر في البرهان، سأنتظرك. انتهيت. يلا نداول الآن البرهان. أنا أعرف جيدا أن هناك صعوبة في هذا البرهان، ليس يعني ميسرا بشكل عادي، ولكن على أي حال أريدك أن تحس أو يعني تشعر بصعوبة البرهان. يلا الآن نناقش الأمر معا. انظر إلى المثلث MEF كيف تراه؟ انظر إلى المثلث MEF ما هي طبيعته؟ بالفعل MEF مثلث متساوي الساقين في الرأس M. لماذا؟ لماذا قلنا أن المثلث MEF متساوي الساقين في الرأس M؟ نعم، لسبب بسيط، أن المسافة ME تساوي المسافة MF. إذن هذا المثلث يحتوي على ضلعين متقيسين، إذن هو مثلث متساوي الساقين. يلا الآن ماذا تعرف عن زاويتي قاعدته؟ ماذا من مثلث MF متساوي الساقين في الرأس M؟ ماذا تعرف عن زاويتي قاعدته؟ بالفعل زاويتي قاعدته متقايستين. إذا مثلا أخذنا
قياس الزاوية ام او اف وسميناه اصغر. غادي نوضع واحد العلامة عليها اصغر هكذا، قياس الزاوية ام او اف يساوي اصغر. فكم سيكون قياس الزاوية ام اف او؟ بطبيعة الحال سيكون لها نفس القياس، هو اصغر ايضا لانهما يمثلان زاويتي القاعدة بالنسبة للمثلث متساوي الساقين ام او اف. الان انظر معي الى المثلث ام او جي كيف تراه. انظر معي الى المثلث ام او جي، ما هي طبيعته؟ بالفعل ام او جي هو ايضا مثلث متساوي الساقين في الرأس ام. لماذا؟ نعم، لأنه يحتوي كذلك على ضلعين متقيسين وهما ME و MG. إذا ماذا يمكن نستنتج من ذلك؟ نعم، نستنتج من ذلك أن زاويتي القاعدة هما أيضا متقيستان. ما هما زاويتي القاعدة هنا؟ نعم، هما MEG و MGE، أي هذه الزاوية اللي عندنا هنا، الزاوية وهذه الزاوية، هما زاويتان متقيستان. إذا غادي نوضع لهم رمز التقيس، ها هو. إذا أخذنا قياس الزاوية MEG مثلا ورمزنا له بالحرف ب صغيرة، فكم سيكون قياس الزاوية MGE؟ بطبيعة الحال قياس الزاوية MGE هو أيضا نفس الحرف ب صغيرة هكذا، ما دمنا قلنا أن هذه الزاويتين متقيستين. واضح؟ يلا الآن انظر معي إلى المثلث أو إلى الزاوية FMG التي رأسها M. هذه الزاوية كيف هي؟ نعم، هي زاوية مستقيمة. الزاوية F ام جي مستقيمة، إذا قياسها يساوي كم؟ بطبيعة الحال قياسها يساوي 180 درجة. الزاوية اف ام جي مستقيمة، إذا قياسها يساوي 180 درجة. إذا أخذنا مثلا قياس الزاوية او ام جي وسميناه اكس، وقياس الزاوية او ام اف سميناه ايغايك، فما هو مجموع اكس وايغايك؟ بطبيعة الحال اكس زائد ايغايك يساوي 180 درجة، ما دمنا قلنا ان اف ام جي زاوية مستقيمة. انا غادي نكتبها هنا اكس زائد ايغايك يساوي 180 درجة. الآن نعود إلى المثلث MEF. ماذا تعرف عن مجموع قياسات زواياه؟ صحيح، مجموع قياسات زوايا المثلث MEF هو 180 درجة، بمعنى قياس الزاوية A زائد A الأخرى زائد Y يساوي كم؟ نعم، يساوي 180 درجة. أعيد، A زائد A زائد Y تساوي 180 درجة. A زائد A هي 2A، إذن يمكننا نقول باختصار 2A زائد Y تساوي 180 درجة. يعني غادي نكتبها هنايا 2A زائد Y يساوي 180 درجة. الآن نمشيو للمثلث MEG، مجموع قياسات زوايا يساوي كم؟ نعم، يساوي 180 درجة. هذه خاصية معروفة على أي مثلث، كيفما كان المثلث من المستوى فمجموع قياسات زوايا هو 180 درجة. نعبر عن ذلك رياضيا، بمعنى أن B زائد B
زائد إكس تساوي 180 درجة. أعيد بي زائد بي زائد إكس يساوي 180 درجة. بي زائد بي أي 2 بي. باختصار 2 بي زائد إكس تساوي 180 درجة. يعني إحنا غادي نكتبوا هنا أسفل المتساوية السابقة 2 بي زائد إكس يساوي 180 درجة. متفقين؟ يلا الآن سنجمع هذه المتساويتين طرفا بطرف، بمعنى أن 2 أ زائد غاج زائد 2 بي زائد إكس تساوي 180 درجة زائد 180 درجة. سأكتب ذلك 2 أ زائد غاج زائد 2 بي زائد إكس تساوي 180 درجة زائد 180 درجة. هاهي عاود كتبتها باش تبان بشكل واضح. الجمع تبادلي يمكننا نكتبو 2 أ وبجانبها 2 بي عاد زائد إكس زائد إي يساوي 180 درجة زائد 180 درجة. احنا غادي نكتبوها بطريقة أخرى، 2 أ زائد 2 بي زائد إكس زائد إغراج يساوي 180 درجة زائد 180 درجة. إكس زائد إغراج نعرف هذه القيمة، كم تساوي إكس زائد إغراج؟ بالفعل إكس زائد إغراج تساوي 180 درجة. إذن غادي نعوض إكس زائد إغراج بقيمتها، تصل الكتابة على هذا النحو 2 أ زائد 2 بي زائد 180 درجة يساوي 180 درجة زائد 180 درجة. هناك عدد يتكرر في يسار وفي يمين هذه المتساوية، ترى ما هو؟ نعم هو 180 درجة، يمكننا نشطب عليه هكذا، تصير الكتابة 2 أ زائد 2 بي أو 2 عامل لماذا؟ نعم 2 عامل لأ زائد بي تساوي 180 درجة. يعني أ زائد بي تساوي ماذا؟ نعم تساوي 180 درجة على 2. و 180 درجة على 2 تساوي كم؟ فعلا تساوي 90 درجة. الآن انظر معي إلى الشكل، وجدنا أن أ زائد بي تساوي 90 درجة. أ زائد بي تساوي 90 درجة، بمعنى أن قياس الزاوية اف او جي يساوي 90 درجة، بمعنى أن المثلث او اف جي قائم الزاوية في الرأس او. يلا الآن سنكتب هذا البرهان بكل تفاصيله. استعملنا هذه الورقة في اللوحة الإلكترونية كورقة البحث. الآن غادي نكتب هذاك الشيء بشكل منظم في دفتر الدروس، ولكن قبل أن نباشر البرهان في دفتر الدروس نذكر الخاصية. يلا إذا كان لدينا مثلث بحيث منتصف أحد أضلاعه يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه فماذا يمكن استنتاج؟ أعيد، إذا كان لدينا مثلث بحيث منتصف أحد أضلاعه يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه فماذا نستنتج؟ يلا اكتب الخاصية. صافي كتبتي الخاصية. يلا نذكر هذه الخاصية معا، إذا كان لدينا مثلث بحيث منتصف أحد أضلاعه
يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. أعيد، إذا كان لدينا مثلث بحيث منتصف أحد أضلاعه يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. نعيد هذه الخاصية مرة أخرى. إذا كان لدينا مثلث بحيث منتصف أحد أضلاعه يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه فإن هذا المثلث قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. ويمكن صياغة هذه الخاصية بطريقة أخرى باستعمال الدائرة المحيطة بالمثلث EFG. يلا، فماذا سنقول إذا أردنا استعمال أو ذكر هذه الخاصية باستعمال الدائرة المحيطة بالمثلث؟ نعم، إذا كان لدينا مثلث بحيث أحد أضلاعه هو قطر، أو إذا كان لدينا مثلث محاط بدائرة وأحد أضلاعه قطر فيها فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. أعيد هذه الخاصية. إذا كان لدينا مثلث محاط بدائرة وأحد أضلاعه قطر فيها فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. يلا، الآن سنسجل هذه الفقرة في دفتر الدروس. ثانيا كبيرة، عنوان هذه الفقرة الخاصية العكسية. ثانيا كبيرة بعنوان الخاصية العكسية. سميناها بالخاصية العكسية لأنها تعتبر عكس الخاصية التي رأينا في الحصة الماضية. قلنا سابقا إذا كان لدينا مثلث قائم الزاوية فإن منتصف وتره يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه. الآن هذه الخاصية، إذا كان لدينا مثلث بحيث منتصف أحد أضلاعه يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. لهذا عنونت هذه الفقرة بالخاصية العكسية. نعتبر EFG مثلثا من المستوى بحيث A هنا سأقول نعتبر EFG مثلثا من المستوى و A منتصف الضلع FG. بهذه الطريقة ستكون الأمور أوضح. عد بحيث المسافة، سأضع نفس النقطة التي تعاملنا معها سابقا أي النقطة M. نعتبر EFG مثلثا من المستوى وM منتصف الضلع FG بحيث المسافة ME تساوي المسافة MF تساوي المسافة MG. رجعت لاستعمال النقطة M لأنني أريد أن أستعمل الشكل الذي رسمناه قبل قليل. إذا الشكل والشكل ديالنا هو هذا. نسجل الملاحظة. ملاحظة، EFG مثلث قائم الزاوية في الرأس E. EFG
مثلث قائم الزاوية في الرأس أ، ثم نكتب البرهان. البرهان نضع قياس الزاوية MEF يساوي A، وقياس الزاوية MEG يساوي B، وقياس الزاوية EMG يساوي X، وقياس الزاوية EMF يساوي Y. استعملت هذه الرموز لتسهيل المراحل الموالية في البرهان. الآن سنبرهن أن A زائد B يساوي 90 درجة. إذا توصلنا إلى هذه النتيجة فقد أكدنا أن الزاوية التي رأسها E في المثلث EFG قائمة. عندنا MEF مثلث متساوي الساقين في الرأس M، والسبب لأن المسافة ME تساوي المسافة MF، أي له ضلعان متقيسان. إذن زاويتي قاعدته متقيستين حسب الخاصية. إذا كان لدينا مثلث متساوي الساقين فإن زاويتي قاعدته متقيستين، يعني قياس الزاوية MEF يساوي قياس الزاوية MFE. قياس الزاوية MEF يساوي قياس الزاوية MFE. وبما أن قياس الزاوية MEF يساوي A، رمزت لها بA صغيرة، فإن قياس الزاوية MFE تساوي أيضا A صغيرة. قلنا وبما أن MEF يساوي A صغيرة فإن قياس الزاوية MFE يساوي A صغيرة أس. أيضا قياس الزاوية MFE يساوي A صغيرة هكذا. ونعلم أن مجموع قياسات زوايا المثلث MEF هو 180 درجة.
إذن ثم نعبر عن ذلك بطريقة رياضية، أ صغيرة زائد أ صغيرة زائد إيغايك يساوي 180 درجة، أي 2 أ زائد إيغايك يساوي 180 درجة. وبنفس الطريقة نبرهن أن 2 ب زائد x يساوي أيضا 180 درجة، لا داعي لإعادة نفس البرهان من جديد. وعندنا اف ام جي، راهي موجودة على نفس الشكل، اف ام جي زاوية مستقيمة، زاوية مستقيمة. إذن اف ام جي تساوي 180 درجة. وبما أن قياس الزاوية FMG يساوي X زائد Y، فإن X زائد Y يساوي 180 درجة، هي موجودة على نفس الشكل. عندنا اثنان أ زائد إيغاي يساوي 180 درجة، و اثنان ب زائد إكس تساوي 180 درجة. إذن ثم نجمع هذه المتساويتين طرفا بطرف، 2 أ زائد إيغاي زائد 2 ب زائد إكس تساوي 180 درجة زائد 180 درجة، يعني ثم سأكتب 2 أ وبجانبها 2 ب زائد x زائد y يساوي 180 درجة زائد 180 درجة. والآن سأعوض x زائد y ب 180 درجة، هي موجودة عندنا، يعني 2 a زائد 2 ب زائد 180 درجة يساوي 180 درجة زائد 180 درجة. ثم نشطب على 180 درجة من طرفي هذه المتساوية، فيبقى لنا 2 أ زائد 2 ب تساوي 180 درجة، أو 2 عامل لأ زائد ب تساوي 180 درجة، يعني أ زائد ب يساوي ماذا؟ فعلا يساوي 180 درجة على 2، يعني أ زائد ب يساوي 90 درجة. إذن الزاوية اف جي قائمة، استنتاج او اف جي مثلث
قائم الزاوية في الرأس أ، ثم نصيغ الخاصية العكسية. خاصية إذا كان لدينا مثلث بحيث منتصف أحد أضلاعه يبعد أو متساوي المسافة، يبعد بنفس المسافة عن رؤوسه، فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. وبعبارة أخرى، إذا كان لدينا مثلث محاط بدائرة وأحد أضلاعه قطر فيها، فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. إذا كان لدينا مثلث محاط بدائرة وأحد أضلاعه قطر فيها، فإنه قائم الزاوية في الرأس المقابل لهذا الضلع. ثم ننهي هذه الحصة بتمرين تطبيقي. أب بقطعة طولها 7.6 سنتيمتر، وإي منتصفها، دلتا مستقيم يقطع المستقيم أب في النقطة إي، وأو نقطة من دلتا، بحيث المسافة إي أو تساوي 3.8 سنتيمتر. أصغر أرسم الشكل بصغيرة، حدد طبيعة المثلث أو أب. انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج زيتون مراكش. إلى اللقاء.